اهلا وسهلا بك كابتن. يعطيك العافيه كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله. والله العظيم يعني انا ما ابغى اقول شيء، بس انا ابغى اقول شيء. وبالنسبه لي انا يعني مو بمباراه نلعبها في كاس اسيا، طبعا كنا لعبت كذا مباراه بديل، هذه المباراه اللي لعبتها كاس اسيا. طبعا حاولنا يعني نجيب الجول، يعني ما الله كتب لنا وجبنا جول. استطعنا بس ما استطعنا. يعني انا يمكن ماني موفق حاليا في الفتره هذه، يعني ما بقول لك ماني موفق، لا الحمد لله الله موفقني. جاتنا فرص، ما توفرت لنا فرص. احنا ما راح نقول انه النكس مأثر كبير، بس انه من الاسباب انه اللي قاعد يصير انه النكس له دور. يعني الحمد لله الفريق الايراني يعني كان جيد. الحمد لله الفريق الايراني كان جيد. لا أنا ما قلت الحمد لله الفريق الإيراني كان جيد.